أولاً عليك أن تعلم بأن الأشخاص في العلاقات أنواع، لنختار منهم ثلاث أنواع. النوع الأول وهم الأشخاص الذين يدخلون إلى العلاقة مندفعين ويظنوا بأنها ستبقى إلى الأبد وفي النهاية يصدم. النوع الثاني وهم الأشخاص الذين يعيشون العلاقة كما نقول على البركة، تستمر معهم ولكن بدون أن يفعلوا شيء، حسب الحظوظ يعني، ولا أحد يضمن حظه، وهؤلاء أيضا معرضين للصدمة إذا خانه الحظ. النوع الثالث وهو الذي يجب أن تكون عليه، وهو النوع الذي يعرف كيف تبدا العلاقة ويجاهد ويقاتل من أجل الحفاظ عليها، ولكنه يعلم ماذا يفعل إذا فشلت هذه العلاقة. كيف نكون من النوع الثالث؟ أولا يجب عليك أن تكون لماحا متعلما. كلنا تقريبا سمعنا بقصص عاطفية وعلاقات من الأشخاص المقربين منا أو أشخاص بعيدين عنا أو مسلسلات أو أفلام أيا كان، فنرى ماذا تفعل العلاقة الفاشلة بالشخص الضعيف، سواء كان امرأة أو رجل، فتراه يائسا حزينا مكتئبا باكيا مكسورا وتتوقف عنده الحياة، وماذا تفعل العلاقة الجميلة بالشخص الجميل فتراه دائما مشرقا محبا للحياة واضح على وجهه. ولكن أغلبنا عندما يسمع لهذه القصص فقط يكتفي بالتعاطف، فتراه يبتسم للقصة الجميلة ويحزن تعاطفا للقصة الفاشلة. قليل منا الذي يقتنص من هذه القصص عبر يحافظ فيها على علاقاته ويحافظ على نفسه. ستنظر إلى العلاقات الفاشلة، سيمر بك أشخاص تعرفهم كانت حياتهم جميلة، أصبحوا لا ينامون ولا يتناولون الطعام لأيام لأسابيع أو لأشهر، ويمر بك أشخاص تعرفهم أصبحوا شاردي الذهن، الواحد منهم ينظر إلى هاتفه كل 5 دقائق على أمل أن يرسل إليه حبيبه السابق رسالة، حياة تعيسة. وسيمر بك أشخاص تعرفهم كانت صحتهم جيدة فرأيتهم فاقدين للوزن هزيلين، وسيمر بك أشخاص تراهم في منتهى الحزن وهم في منتهى الجمال، رجال وسيمين ونساء جميلات، ستقول كيف لأحد أن يترك هذا الجمال؟ هنا تبدأ من التساؤل، ستسأل نفسك ما الخطأ الذي حدث لتفشل علاقات أشخاص كهؤلاء؟ وكما مر بك الضعفاء سيمر بك الأقوياء بعد علاقة فاشلة. سترى رجل أو امرأة تعرفها كانت تقاتل من أجل علاقة الحب حتى تظن بأنها حمقاء مثيرة للشفقة، ولكنك رأيتها بعد ذلك قوية، لأنها عندما تعبت من القتال في العلاقة من أجل شخص لا يريدها تركته خلف ظهره وعادت إلى حياتها، لأنها استعادت بقوتها وإرادتها وحبها لنفسها فعادت إلى حياتها. وسترى رجل شديد العاطفة، كان عاطفيا جدا يفعل كل شيء مرهف الإحساس، ولكنك رغم ذلك رأيته يعيش حياته غير منكسر القلب ولا مجروح، لأنه مجرد أنه لم يرى الشخص الذي يحبه بجانبه ترك عواطفه كلها وعاد إلى حياته، لأنه استعان بقوته وإرادته وحبه لنفسه. وسيمر بك شخص تعرفه كان متمسكا بالإنسان الذي يحبه، متمسكا به لدرجة ظننت أنه لن يتركه أبدا، يلاحقه في كل مكان، ولكنك رأيته بعد العلاقة الفاشلة شامخا، لم يجرح ولم يكسر قلبه، وكأن لم يكن به شيء، وكأنه لم يدخل في علاقة، لأنه استعان بقوته وإرادته وحبه لنفسه. وسترى أيضا سيمر بك شخص آخر رأيته في أفضل نسخة له، فدخل في علاقة وعدت إليه بعد العلاقة الفاشلة ورأيته أيضا في أفضل نسخة له، لم يتغير ولم يضره وجود هذا الشخص من عدمه. وسترى أيضا شخصا كان متعدد العلاقات، وبمجرد أن ليس متعدد العلاقات كعلاقة عاطفية، ولكن كان لديه أصدقاء كثر، ولكن هؤلاء الأصدقاء كذلك كانوا يؤذوه، ورأيته بعد ذلك عنده علاقات أخرى ولم يتعطل أبدا، اختار نفسه. الآن الكرة في ملعبك، من أي نوع تريد أن تكون؟ طبعا من النوع الثالث. النوع الثالث الذي يعرف كيف يدير علاقاته، ولكن يعرف تماما متى يحتاج إلى قوته وإرادته ليعود إلى نفسه متى ما كانت هذه العلاقة فاشلة. هو والإرادة ليست يعود إلى العلاقة ولكن ليعود إلى نفسه، وهذا الأهم، تحتاجها لتعرف متى تخرج من العلاقة سليم القلب كما دخلت فيها. السلام عليكم.